محمد عبد الصادق من موقع الكره بوائما. سؤال تعداد التربص الاعدادي في اكادير الثمار ديالو، شفنا لاعبين شباب قحموا مدرب بن طرشي، شنو هو الحصيله التقنيه ديال المعسكر اكادير اللي تخشم بالمقابله اليوم؟ نظن ان ما يمكننا الا انه واحد العام فهو داز اشياء داز الحمد لله بسلام، كون يعني المدرب يعني حط على هذا التربص هذا رغم يعني تواجد عدد كبير من اللاعبين مع المنتخب الوطني، لكن هذا مناش باش انه يعني يكتشف واحد اللاعبين اللي هما لاعبين شباب، وكذلك الوقوف على الجاهزيه ديالهم للشطر الثاني من البطوله، لا سيما كتعرف ان مدرب جديد من بعد يعني كاس البطوله العالميه ما كانش عنده وقت باش يخدم مع اللاعبين ويحطهم على اشياء اللي هي تكتيكيه ولا تقنيه ديال المدرب. كنظن ان خرجنا بواحد الخلاصه هو ان حتى اللاعبين اللي جاو جدد لعمرو الزاكي، اللاعبين اللي كان ناقصين التنافسيه امثال صالحي امثال كوشام، استطعنا انهم يعني يكونوا اكثر جاهزيه للمباريات ان شاء الله القادمه. وحتى هاد الشباب اكتشفنا هذا مدى المؤهلات ديالهم باش يضيفوا واحد يعني يعطيو واحد الاضافه للفريق الاول. السي حافظ اخر سؤال، انت العارف بالامور التقنيه، اليوم يوم امس وقع جواد ايسن عقد مبدئي، وجواد ايسن غيكون رجاوي ابتداء من 1 يوليو، واش هذا رساله الان من البنزرتي انه غيعتمد على لاعبين شباب؟ شفنا عبد الكبير الوادي، شفنا جواد ايسن، شفنا اليوم لاعبين امل اللي بلاو بلاء حسن، واش لاعبي الامل عندهم مكانتهم داخل 11 لاعب اللي غيكون رسمي في الفريق؟ كنظن ان هذه كانت منذ القدم فريق الرجاء البيضاوي اي لاعب شاب كيظهر مؤهلات كبيره ويعطي اضافه للفريق الاول الا وكيلقى المكانه ديالو، فالان رغم قدوم هاد اللاعبين هذو الكل كيعرف ان فريق الرجاء البيضاوي كيلعب على عده واجهات، فما يمكنش لك تعتمد على الكل بواحد النسبه كبيره على شباب. كنظن ان الشباب كتكون الخبره، كيكون يعني مع بعض بروز بعض اللاعبين يعني الان اليوم كل شاهد على ان هاد اللاعبين رغم اول مره اللي كيظهروا بماركه مع الخميس ضد مع جمهور وضد فريق اللي هو كبير فريق غيماريس اللي ما انتش انه فريق اللي تيحتل الرتبه الخامسه بالبطوله البرتغاليه وعنده لاعبين دوليين، كنظن زينوا على بعض المؤهلات لكن كيلزمهم عمل وعمل كبير باش يزيدوا يتاقلموا مع هاد الاجواء. فالحمد لله حتى المدرب السيد بنزرتي حاول انه يعطي فرصه لهذا الشباب باش يبينوا المؤهلات ديالهم. الحمد لله هذا اختبار اول، اختبار اللي هو كبير، كنظن ان كانت واحد يعني كان واحد التجاوز ديال الاختبار بواحد بسلام، لكن مع هذا الشباب تواجد اللاعبين اللي كاينين مع المنتخب الوطني غنكون انهم يضيفوا ويعطوا اكثر من مليون، لا سيما وان المباراه ديال اليوم الكل شاهد على ان كاين يعني لاعبين جدد كثار وما عمرهم لعبوا يعني يلعبوا بيناتهم في هذه المباريات، فما هو الا ربح لينا والاسره الرجاويه. شكرا، شكرا لك، الله يوفقك.